يعطيك العافية نوال. شكرا. الله يعافيك. أهلا وسهلا فيك معنا بهالحلقة من برنامج نجوم 93. شكرا. هالأغنية الحلوة اللي سمعتينا إياها مين كتبها ومين لحنها؟ أغنية بتحمل عنوان قدامك حلين، كلمات الأستاذ سمير نخلي، الحان الأستاذ سمير صفير. وجهك بريء كتير وتصرفاتك فيها الكتير من المجاملة والسلوك متواضع، بس منحب نعرف منك أنت مين هي نوال الزغبي؟ نوال الزغبي مطربي عمره 21 سنة، احترفت من حوالي 3 سنين، عندي كاسات بالسوق جديد بيحمل عنوان وحياتي عندك. بطبيعة نوال الزغبي قلبة طيب كتير، بتحب الناس بس عصبية شوي بسيطة. شوي. انت بتطمحي انه الناس دايما تردد اغنياتك وانه يكون لك مكان لائق بين النجوم. انت حرة بطموحك، ولكن الطموح بيحتاج لمزيد من الاجتهاد والتعب. هل انت مجتهدة وكيف؟ خبرينا. انا بطبيعتي بطمح للنجاح، يعني قد ما فيي بتكون خطواتي مدروسة، وخاصة انه اغنية تتعب عليها وتنقي لها كلماتها والحانها وتغنيها باحساس حلو وتقدميها كعمل حلو كتير للجمهور. طبعا انا بطريقتي الخاصة بركز كتير على الكلمة على اللحن، طبعا بشوف احساسي بالغنية قبل كل شيء وبقدمها للجمهور، وساعتها الجمهور هو بيحكم علي اذا بيحبني اذا يعني. طبعا اول عمل هو اللي بيخليني اعرف الجمهور باي لون حبني. لكن بدي اطلب منك تسمعينا موال من غير موسيقى. رح سمعك موال عتيبة. تفضل. ميجانا ويا ميجانا ويا ميجانا، ليلي سعيد بوجود احبابنا، ليلي سعيد بوجود احبابنا، المسافة بيننا كانت بعيدة، المسافة بيننا كانت بعيدي، ليالي كيفنا بترجع بعيدي، المسافة بيننا كانت بعيدي، ليالي كيفنا بترجع هالبعيدة. مدام احبابنا معنا ومدام احبابنا معنا قلنا حنا بعيدي، لأمنا الغناني والعتام. تسلم هالصوت الحلو. تسلمي. انت بتختاري كلمات اغنياتك بعنايه، بعرف هالشي، وبعرف كمان انك تلميذة الاستاذ فؤاد عواد، ولكن دايما هناك بعض الاتهامات بعدم المعرفة الموسيقية. كيف بتواجهي هالاتهامات؟ هل بتواجهيها بالصمت ام انك بتشتغلي اكتر على نفسك وبتعطي اكتر؟ يعني الفنان معرض كتير لاشاعات وانتقادات طبعا، خاصة اذا كان فنان ناجح. انا بالنسبة لإلي يعني كل انتقاد سلبي ما بتقبله، مش قصة ما بتقبله بس ما بهتم له. اما اذا كان انتقاد ايجابي بتقبله بكل محبة. وبحب اعرفكم عن نوال الزغبي اكتر. تفضلي. انه نوال الزغبي درست سنتين بالكونسيرفاتوار الوطني. حلو. وتلميذة الاستاذ فؤاد عواد من سنتين وبعدني لهلأ، وان شاء الله يعني حقق نجاح اكثر واكثر بدراستي وباعمالي ان شاء الله. وسط دوحه من البلابل، كيف بنقدر نميز صوتك وحضورك؟ ما بعرف هيدا السؤال، بحب الجمهور يجاوب عليه. يعني قد ما قلي ما يعني ما بحب احكي عن حالي. بشو بتشعري انك انت مميزه؟ مميزه ب يعني بطبيعتي، انسانه بتحب العالم، مش شايفة حالي أبداً وبتمنى ضل هيك.
كمطربة عندي صوت مميز، أنا بعتبره ما بيشبه صوت حدا. مثقفة فنيا، وهذا كل اللي بقدر أقوله. لكن خلينا نسمع ونميز ونشجع ونتمنى لك كل النجاح من كل قلبنا. أهلا وسهلا فيك. شكرا.